واش يا عبد الرحيم؟ عبد الرحيم اش؟ وعليكم السلام. تفضل اخي شو جيتي للسبيطار؟ جيت للسبيطار هنا يا اخي فهاد الصباح هذا باش غنديروا واحد التصويره للفيلم ديال الخاوه ديالي والخويا مريض عيان وما جبرنا حتى شي واحد. دابا حنا ساعه ما كانوا حنا واقفين هنايا ما كاين حتى واحد. فين دخلت بالضبط؟ دخلت للاسعاف مستعجلات تما يعني ايرجو ايرجو اه سيكون طبيب اي واحد اه ما جبرنا لا طبيب لا حتى واحد. دابا انا اكثر من ساعه ونص وانا واقف دابا هنايا. انت جيت مع ديك العشرة الأربع وكا كنت هنايا. دابا شحال الساعة دابا؟ دابا تقريبا دابا خويا دابا في هاد الساعة هادي دابا الساعة سيدي هادي 11:24 11:24 ما كاين لا طبيب لا حتى شي واحد. أنا ساعة ونص وأنا واقف هنايا وها هو تا هاد الوليد ها هو مريض عاوتاني هو عاد ظفار وما كاين حتى شي واحد اللي غيشوفو ولا تي حاجة. هاد الناس هادو راه من الصباح هما هنايا وتا واحد ما كاين. عييت ما نهضر ما بغيناش نوضوا الصداع قلنا ما احسن نشوفوا شي حل وما جبرنا حتى شي حل هنايا وما عرفناش واش لما كانوش خدامين يقولوا لنا حنا ما خدامينش احنا جينا نداو وما جيناش نديروا شي حاجه ولكن هاد الناس هادو ملي ما جبرناهمش ضروري نهضروا على حقنا وما يمكنش هذا السبيطار ديال الدوله راه خص المواطن يستافد منه باش لما كانوش قادين يجيو ناس اخرين يجيو الناس يخدموا راه كاينه ناس غير جالسه هذا هو الاساس اللي بغيت انا نعرف لان ما كاينش شي حاجه اللي عندهم خطيره ما عندناش شي حاجه خطيره. الحمد لله. وعليكم السلام. معكم عمر الوكيلي تحيه نضاليه بوسينه الشنبيت عمتي ضابطه الشرطه في حي السلام محمد الشيخ في الرباط. معكم عمر الوكيلي انا عيان فهمتي خوت هاد الوالده ما بغاوش يبعدوا مني. الله يفتح عليكم بيبان الخير كنجيو للسبيطار انا مريض كنطيح باتاكي بيليبتيك وبالكريس انا 13 عام وانا في اسبانيا 13 عام وانا 13 عام بلاتي عمر تما الاخ بلاتي عمر دابا انت خايف السيد من العائله ديال ولد خويا دابا انا سامح في الخدمه ديالي وسامح في كل شيء وجيت باش نقضي الشغل باش فهمتيني ودابا في هذه الساعه هذه ما جبرت لا طبيب لا حتى واحد شنو غنديروا حنا دابا هنايا علاش الطبيب محلول من ما كاين لا اطباء لا والو هذا راه خصو يتسد هذا الطبيب ما بقاوش خدامين كاينه ناس كاينه ناس قاريه حابسه عاوتاني تجي تخدم راه كاينه اطباء اه بقى فيا الحال انا ما بغيتش نجي لهذا السبيطار على هذه المشاكل هذه والله الا بقى فيا الحال ملي دخلت وجبرت الناس جالسه وجيت انا وبقيت عاوتاني جالس وما كاين والو راه الظلم هذا راه ماشي معقول هذا الشيء هذا حشومه ماشي حشومه راه فاتت الحشومه حنا بينا نحشمو وما بغاوش يحشمو دابا دابا يدخل عليك واحد ايرجو يعني بين الحياه والموت عيموت 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 يقول لك الله يرحمه الله يرحمه صافي وصل الاجل ديالك الاطباء والمسؤولين حيت ما كاينش اللي يراقب هذا الصوت دابا حنا في هذه الساعه حنا عام مع الطبيب الاداره ما عرفناش راه ما كاين لا اداره لا حتى حاجه انا هذا تنشد بهذا الشيء هذا حتى واحد ما مسوق ضايعه وفي خطر وضايعه ما كاينش لا وزير الصحه لا والو كاين في التلفازه واخا بالحق هنا لا في الواقع ما كايناش في التلفازه كاينن ولكن في الواقع ما كايناش خصو يجي يشوف المواطنين هنايا خصوصا في العرايش دابا العرايش هنا تيبان لي سبيطار خاو سبيطار دلاله مريم اه سبيطار ما كاين حتى واحد دابا انا ساعة هي جوج سوايع دابا اه اش غنقول لك هاد الناس خصهم يحترموها غير السمية يحترموها هاد الاطباء خصهم يحترموها السمية ديال السبيطار خصهم ضروري يجيو ما كاين حتى شي واحد اللي يجي هنا يشوف المواطن وانا كون لقيت الطبيب راه كون قضيت شغلي ومشيت بحالي وكون الناس الثانيين اللي قبل مني فقداو ومشاو بحالهم هاد الناس هادو راه معدين على الناس شكرا لا شكرا على وجهك اسمع لي صافي خليه بنتي مش بيلو فيها مش بيلو فيها مش بيلو زلنا الحل بحجر طبيعة قابل قرب المستشفى كلمة لمريم كي يتم كل مطعيف للأسف الشديد غياب طبيب ديال المستعجلات في المستشفى الإقليمي المواطنين هم جالس هنا وقت هنا للأسف وعاد كاين الضاق الناس راه كاين الناس الناس كاين الضاق للأسف الشديد كما قال الأخ كاين الناس الداخلة من جهه المسؤوليه تتدخل عاجلا
لان حياه المواطنين وقتها خدت حال فين وحنا الدري اللي عاد ضفار هو جالس كوبري هنايا حاجه تفوت على الوجود اجي شنو فعل الناس اللي جات الصوره صعيب ما في جاي اطلع علينا عاوتاني كل صباح خلي السيده تدار وعاد نهضروا معاك انت شوفينا احنا مرولين وايدك وصابرين وانت عاد تصبرين عاوتاني اجي وليدي اجي اه العيلة صغيرة العيلة خلي العيلة صغيرة اه خلي هو مع واحد هو مول الاساس اللي معضوض من فيدي من فيدي هضر يا شباب هذا ماشي طبيب هذا ماشي السلطه ديال الدوله هذا حرام عليهم بلاصه حرام عليهم شوف القول الطبيب لا والو شو ما عليهم هادشي اللي كيعملوا واش هذا الطبيب هذا ما كايناش شي كاع الطبيب كاين هذا الطبيب فين هو 8 الصباح وانا هنايا 8 الصباح والله ما هذا مكر انا جبت سال جوج اسمع العيلة عطوا الفرج جودني ناس ما لقيتش كيفاش ندير معاه كنجي الاسم مشيت للفارماسي وطلع عطيني الدواء اللي عيل وقدر يوقع له شي حاجه قالت لي ما عندي ما نعمل لك سر في الدوله سر في الدوله وانا عطيك الورقه باش تمشي تضرب له باس منين دخل جيتي لينا اه منين جيتي لينا شنو وقع والو كنسناو كيطلع هذاك اللي جالس كيقول لك احنا ما عرفش ما انا ما نقدر نفيدك حتى بحاجه ما عارفش وعلاش جالس تما كتحط البيبان ما عارف والو اشني هذا سبيطار الدوله هذا شتي الله ما هذا بكا انت خايفه على ولدك خايفه على ولدي هو مره كيقول لي كيحرق لي هنا عينو كنشوفها بدات كزرق ما عرفتش شنو واقع شنو هادشي هذا حرام عليهم حرام عليهم هادشي اللي كيديروا دوك خاف نمشي للدار يوقع لولدي يجي تسمم ولا شي حاجه ما عرفتش هذاك الفار اللي عطو شنو هو دم حلوله دخل عنا حنا فعفشنا كاستين عينايا بالجهه ديال الخربات تما دم حلوله دخل ما عرفتي انا ما بقاش تخلي عينا ما قلبوا عينا ما قلبوا العاد جبر الدمايا تا هو في المخدة وعضوا من يدو من ودنو من هنا ومن هنايا وشني هذا كنا حنا نمشيو للاسعاف وما لا يسعفوا يعملوا له شي ابرة ولا شي حاجة جينا لهنا لينا تلقاو الناس كلشي مستب المرأة قالت لي بيتها هنايا شنو هادشي هذا سبيطار الدولة هذا ماشي سبيطار هذا يعملوا شي حاجة اخر شي مقر ديال اوطيل ولا ينعسوا فيه الناس ولا شي حاجه هذا ماشي هذا ماشي سبيطار راه تمشي تما تقعد تشوف بعينك قاعد قاعد مع شني قاعد الانتظار قاعد الصح ما كاينه والو ما كاينه حتى شي حاجه هما اللي كاينين هما اللي في السبيطار ما عارفين والو ما عارفين الطبيب فوقاش عايجي ما عارفين حتى شي حاجه المشاكل هذه تعيشوها المواطنين بزاف هنا في مدينه العرائش وحنا راه جينا من العوامره وهذا هو المشكل عندنا المشكل هنايا دابا حنا جينا من العوامره باش نقضيو الشغل حنا ما قضينا والو دابا الناس هما جالسين لداخل الا دخلتي لداخل راه تجبر نساء وغتجبر بزاف الناس جالسين هذا راه الظلم اللهم هذا منكر الا كان هاد الاطباء هادو ما قادرش يخدم خصو يعطي لواحد اخر الفجر فين يخدم واحد اخر واحد اخر راه جالس قاري وجالس اللهم يخدم هذاك اللي جالس علاش نتايا شديتي الوظيفه في الدوله وحبستي ادي الواجب ديالك خاف غير من الله شويه ادي الواجب وديك الساعه شغلك هذاك اخويا شكرا خويا الله يسلمك.